خرسون. تذكروا هذا الاسم جيدا، إما أن يكون سببا في انتصار روسيا، وإما أن يكون سببا في خسارتها في هذه الحرب، وربما خسارة القرم أيضا. خيرسون هي المفتاح الذي يتسابق عليه الطرفان، لكن انسحاب روسيا من مدينة خيرسون فاجأ الكثيرين وحتى في أوكرانيا ذاتها. الرئيس الأوكراني يدعو للحذر، ربما هي خدعة من رجل المخابرات الماكر بوتين. فكما نعرف جميعا عزيز المشاهد، ليست روسيا من يتخلى عن شيء بسهولة بعد ضمه إليها، أليس كذلك؟ فهناك عدة تصريحات روسية تعهدت بحماية خيرسون بعد الاستفتاء، كما أن عمليات إجلاء السكان لم تكن سهلة، وأيضا لها تبعات اقتصادية. كما أن مدينة خيرسون هي ذات موقع استراتيجي، إذ تعتبر ممرا رئيسيا نحو أوديسا التي تقع على البحر الأسود، حيث الموانئ الأوكرانية التي تنطلق منها السفن المحملة بالقمح، ومنها تعبر نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. إذن هل هناك مغزى من الانسحاب؟ دعونا لا ننسى أحداث مهمة قبل إعلان الانسحاب الروسي من خيرسون. أولها كان انضمام خيرسون إلى روسيا بعد الاستفتاء، ثم إجلاء سكان خيرسون إلى روسيا حتى أصبحت شبه خاوية، إضافة إلى التصريحات بشأن إمكانية استخدام روسيا لقنبلة نووية تكتيكية. وفي النهاية يأتي انسحاب الروسي من خيرسون، فهل ستكون خيرسون أكبر فخ عسكري في التاريخ ويكون ضحيتها الجيش الأوكراني؟ أم أن هذا الانسحاب هو هزيمة لروسيا ومحاولة لتفادي سيناريو خاركيف، بعد أن اتضح أنها تحارب نظاما عالميا كاملا في أوكرانيا وليس مثل ما يعتقد البعض؟ فالقوة التي في أوكرانيا تضاعف قوات روسيا بمرات، فنظام الماسونية ليس بسيط، ومن الصعب التفوق عليه إلا بتشكيل تحالفات. فكمية الأسلحة والمعدات العسكرية التي تدخل لأوكرانيا كل يوم كبيرة جدا وبمختلف الأشكال والتخصصات، كما أن الجيش الأوكراني تلقى تدريبات كبيرة ومعقدة من أمريكا وحلف الناتو، ويتلقى دعما استخباراتيا كبيرا. إذن عزيزي المشاهد، حتى الآن يبقى هناك سؤالا يدور في أذهان الكثيرين، هل يكون انسحاب روسيا من خيرسون هو فخ كبير لأوكرانيا والغرب؟ وبهذا الخصوص قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني يوم الخميس إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى مدينة للموت، بعدما أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا. واتهم ميخائيل بودولياك المستشار السياسي لرئيس أوكرانيا روسيا بزرع الألغام في كل مكان، بدءا من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي، والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دنبرو. وكتب بودولياك على تويتر: تريد روسيا الاتحادية تحويل خيرسون إلى مدينة للموت، يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه، الشقق السكنية والصرف الصحي، وتخطط المدفعية على الضفة الغربية لتحويل المدينة إلى أثر بعد عين. وأضاف: هذا هو شكل العالم الروسي، جاءت ونهبت واحتفلت وقتلت شهودا وخلفت الدمار ورحلت. ويقول الصحفي البريطاني جيرمي بويان إن تصريحات هيئة الأركان العامة الروسية حول انسحاب القوات إلى الضفة اليسرى لنهر دنبرو والتخلي عن خيرسون هي فخ للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي رأيه خيرسون مستعد للدفاع والروس ينتظرون الجيش الأوكراني هناك. وعلى الرغم من حقيقة أن القوات الروسية قد غادرت بالفعل الضفة اليمنى لنهر دنبرو وتحصنت في مواقع تم إنشاؤها مسبقا على اليسار ودمرت جميع المعابر، يواصل البريطاني التأكيد على أن هذا فخ خاص للقوات المسلحة لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه يشير إلى سكان خيرسون الذين ينتظرون عودة الجيش الأوكراني وهم قلقون جدا بشأن الجنود الأوكرانيين. ووفقا لبوين يزعم أن المقاتلين الروس يرتدون ملابس مدنية ويبقون في المدينة لمقابلة القوات المسلحة الأوكرانية، حتى أن الرئيس الشيشاني قاديروف
الذي دائما ما كان يعتبر انسحاب الجيش الروسي من منطقة ما هو خسارة وإذلال لا يجب أن يكون، قال عكس ذلك هذه المرة وأشاد بالخطة. وأضاف سوروفيكن: اتخذ قرارا صعبا لكنه صحيح بين التضحيات عديمة المعنى من أجل الإعلانات الصاخبة وإنقاذ أرواح الجنود التي لا تقدر بثمن. واعتبر أن القائد الروسي وضع قواته الآن في موقع استراتيجي أكثر ملائمة، وأنه لا يمكن الحديث عن تخلي روسيا عن هذه المدينة. فهل تعد روسيا مفاجأة للعالم؟ حتى هذه اللحظة يبدو قرار الانسحاب الروسي جدياً، لكن ثمة مخاوف من أن يكون فخاً يحاول بوتين نصبه للأوكرانيين، ما يدفعهم إلى الحذر الشديد رغم أنهم يواصلون تقدمهم على الأرض بسرعة فائقة. والسؤال: إذا كان ثمة فخ فما هو؟ هل يكون بنسف سد كاخوفكا الضخم الذي يمكن أن يغرق كل المنطقة التي تنسحب منها القوات الروسية بما فيها مدينة خيرسون؟ الأمر الذي سيمنح القوات الروسية المنهكة دفاعات طبيعية خلف نهر ديمبرو في مطلع فصل الشتاء. الضربة النووية قد تكون قريبة أيضا، فروسيا تعتبر خيرسون جزءا من أراضيها الآن ولن تتخلى عنها وستحميها بكل الوسائل. ربما تنتظر انتشار الجيش الأوكراني داخل المدينة حتى تفاجئهم بضربة نووية تكتيكية. من يعرف الرئيس الروسي والعقل العسكري الروسي يدرك أنهما لا يقيمان حسابا للأضرار والكوارث التي يمكن أن يتسببا بها في المنشآت المدنية الاستراتيجية في أوكرانيا. فسياسة التدمير المنهجي للأهداف المدنية كانت في صلب الاستراتيجية الروسية التي نفذها الجنرال سيرجي سوروفيكن في روسيا عندما أحرق الأرض وما عليها دون ما تمييز بين الأهداف العسكرية وتلك المدنية. فما الذي تفكر فيه موسكو بعد هذا الانسحاب؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.